حضرتك بتصلي في القيام، انا بس عايزه اكد على الاسماء الخاصه بالقيام، تهجد، قيام ليل، كل ده، صلاه الليل، كل دي اسماء لمعنى كبير لموضوع اسمه قيام الليل. الواحد يصلي من بعد العشاء الى براحته بقى في اي في اول الليل او وسط الليل او اخر الليل او الثلث الاخير كما يشاء، انه بيواقع الصلاه في هذا الزمان ده بتبقى ويتطوع بهذه الصلاه لله سبحانه وتعالى. فلا مانع من الصلاه في القيام الليل او في صلاه الليل انه يصلي بقصار الصور، يعني اصلي بالضحى، اصلي بقل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، اصلي والعصر، ان الانسان لفي خسر، ده معنى قصار الصور. وكمان يجوز انه الانسان يكرر بعض الصور في الركعات كالاخلاص، وربنا يتقبل منك يا ست ام محمد.